زلفانا، أو كما تعرف بمدينة الحمامة المعدنية. هذه المدينة من أحد مدن ولاية غردية الساحرة التي أضحت قبلة سياحية يقصدها الزوار من كل حدب وصوب للاستجمام والراحة من جهة، ومن جهة أخرى التداوي بمياهها الساخنة، حيث تعتبر مدينة حافظت على ميزتها التقليدية وطبيعتها الصحراوية، ما يؤهلها الآن أن تكون قطبا سياحيا مهما على مستوى ولاية غردايا وجنوب الجزائر. ما هو جدير بالذكر أن حمامة زلفانا الساحرة تصنف من أهم الوجهات السياحية في الجنوب، إلا أنها تشهد عزلة كبيرة نظرا لافتقارها للمرافق وهياكل الاستقبال والإيواء والبرامج التنموية التي تراقب النشاط السياحي بالمنطقة. ورغم هذه النقائص التي تشهدها مختلف المرافق بها، إلا أن هذا لم يضني من عظيمة السياح للاستمتاع بما تكتنز عليه هذه المنطقة الساحرة والتي تشهد إقبال أكثر من 2000 زائرا يوميا، الأمر الذي يستلزم تدعيم الجانب السياحي بالمنطقة لكون كل الشروط متوفرة ومشجعة أمام المستثمرين للعمل على تجسيد السياحة الحموية على أرض الواقع، لتبقى مدينة زلفانا مقصدا للراحة والاستجمام والعلاج الطبيعي.